حقيقة إنه النهاردة الساعة 7 تحت سفح الأهرامات هتقام مراسم حفل قرعة كأس العالم كرة اليد مصر 2021، والمقرر ليها خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، ومشاركة 32 منتخب لأول مرة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة. عايزة أقول لحضراتكم إنه التحدي كبير قوي قدام مصر، التحدي كبير قوي إن إحنا نستضيف البطولة أول مرة هتقام النسخة دي ب 32 فريق بدل من 24، تحدي كبير بس مصر قده، وشفنا مصر لما استضافت بطولات قبل كده كان المظهر طالع ازاي وحضاري ازاي، شفنا مصر في أمم أفريقيا اللي فاتت الحقيقة كانت حاجة مشرفة جدا، وكل الناس وكل العالم مش بس الدول العربية كل العالم أشاد الحقيقة بتنظيم بطولة أفريقيا. النهاردة القرعة هتشهد حضور كبار المسؤولين في الدولة، هيتم توجيه طبعا الدولة للرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، فضلا طبعا عن مندوبي الدول المشاركة. عدد الحضور تم تقليله أكيد بسبب الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيلبي دعوة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهيحضر بإذن الله حفل قرعة مونديال اليد، واللي حرص طبعا على دعوته بشكل شخصي علشان يحضر حفل القرعة. واختار الاتحاد الدولي لكرة اليد كمان، خليني أقول لحضراتكم، الكابتن الخطيب بصفته أحد أبرز طبعا أساطير الرياضة الإفريقية على مدار تاريخها، ورئيس أكبر نادي في القارة، وطبعا تقديرا لمسيرته الرياضية الناجحة على كل الأصعدة. يعني حدث مهم جدا وهنتابعه مع حضراتكم، هيكون معانا كمان ضيفنا عشان يتكلم أكتر على الموضوع ده وعلى قد إيه حاجة مهمة جدا بالنسبة لمصر. والحقيقة إحنا بنتمنى التوفيق طبعا لمنتخب مصر في بطولة زي دي. البطولة مش هتبقى سهلة، علشان أكون واضحة وصريحة، البطولة طبعا مش هتكون سهلة لأنه المنافسة قوية قوي، أنت عندك دول قوية جدا مشاركة في البطولة دي، ودايما بنقول الدنمارك وفرنسا برضو من أقوى الدول، ولكن منتخب مصر قادر، منتخب مصر قادر ان هو يوصل لنتيجه كويسه قوي، قادر ان هو باذن الله ليه ما ناخدش البطوله؟ احنا خلاص بقى تعودنا على الانجازات دي، فباذن الله احنا بنتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر باذن الله في البطوله.